ياسر ابراهيم ومحمد شريف، وعايز ابارك لكم في الحقيقه سواء على الانجاز ده او على الاداء. نبتدي بياسر، وانت نزلت في مباراه البايرن، مباراه صعبه جدا بعد اصابه علي معلول، لكن ما شاء الله لا قوه الا بالله، قدمت مباراه كبيره قوي. انا عايز ابارك لك على ادائك وابارك لك على الميداليه البرونزيه. حبيبي الله يبارك فيك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر جمهور النادي الاهلي اللي في ظهرنا على طول في كل حته بنروحها باليوم، اول ناس سند لينا في كل مكان في العالم. طبعا ببارك لهم طبعا على البطوله النهارده وعلى الميداليه، ان شاء الله دي ما تكونش اخر حاجه، نكون مع بعض على طول. والماتشات لما بنزل فيها انا كده كده بتمرن كويس، ومش فارق انا ايمن بدر رامي سعد، كلنا مع بعض واحد، اي حد بيلعب هو اللي ربنا يوفقه، كلنا بنبقى في ظهره، فدي حاجه فينا كويسه الحمد لله، ربنا يا رب يكملها لنا على خير كده. وحابب بس اقول لعلي معلول الف سلام عليك، وان شاء الله تبقى معانا باذن الله عن قريب ان شاء الله. ما قلقتش شويه وانت نازل مباراه البايرن، ولا كنت بتفكر ازاي نازل كبديل مباراه كبيره مع اقوى فريق في العالم؟ لا طبعا ما فيش قلق، انا نازل مع رجاله في الملعب وعارف ان الرجاله دي على طول في ظهري وهيشيلوني. الحمد لله كنت مركز في الماتش، وقبل الماتش كنت مركز وقاعد مركز على الدكه، لان انا في اي وقت ممكن انزل، فالحمد لله نزلت وربنا كان معايا الحمد لله، عملت ماتش كويس. انت قول لجمهور النادي الاهلي اللي ساندك واللي ساند الفرقه ككل في البطوله دي. طبعا ببارك لهم على الميداليه النهارده، وبقول لهم ان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله. ان شاء الله. طب يلا الحق كابتن خطيب بقى عشان جلسه مع اللعبة.